بكم، مرحبا بكم، ان شاء الله راكم بخير. اليوم جينا نديرو شوكولا تارتيني اللي تقدروا تعملوها ليها في لي طارت في الدار تاع ولادكم. تشوفوا معايا الوصفه، شوفوا هنايا باش تشوفوا معايا المقادير. هنا عندنا عند الخط هاد الكيسان، عند الخط هنايا كاكاو معو، عندنا نص كاس ماء، عندنا نص كاس على روم تاع تبغوا ديروا تاع شوكولا، تبغوا ديروا تاع كراميل، هي تاع كراميل خير، تاع كراميل تجيب لينا هاد الشوكولا تختيني. نضيفوا هنايا الماء هو الاول، نزيدوا الكاكاو. جو بريفير تخدموا في البول كيما هكا. نزيدوا السكر، نزيدوا مغرفه صغيره تاع هاد لاروم. انا عيني هي ميزاني مغرفة صغيرة ديرو. هو الخط راه هنايا، انا درته شوية تحت الزيت، الخط راه هنايا انا درته شوية تحت، ديرو هنايا. هنا نجيبو بران ميكسور ونخلطو كلشي مع بعض. هنايا شوفوا غادي نخفق مليح حتى يتقال لي الخليط. شوفوا ديجا عندي شوكولا، ها هي انا استخدمت مينا. هنا عندي قد 20 غرام، تقدروا ديروا حتى 30 غرام مادام ديروا شوكولا، مادام الخليط تاعنا تاع اللي درناه يزيد يتقال. انا هنا هاد الشوكولا غادي نذوبها ونعاود نولي نشوفوا. ها هي لهنايا بعد ما خفقتها مليح، شوفوا غادي نحط هنايا، وغادي هذيك الشوكولا اللي ذوبتها غادي نجيو نديروها هنايا. وغادي نزيدو وغادي نخفقو قد 5 دقائق حتى 10 دقائق واحدة اخرى، وتشوفوا الخليط تاعنا كيفاش يجي. ها هي لا بعد ما كملت لها الخفق، شوفوا كيفاش جات ثقيله. ها هي لا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. ها هي لا شوفوا كيفاش ثقيله. نجيب غير فان نوري لكم. شوفوا هذه هي شويه غادي كي هذه راهي شويه غادي كي تدخلوها للفريجيدار غادي تزيد تعقد على كيما هكا. شوفوا كي راهي بريونت هذاك الزيت اللي درناه لها. ها هي ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.